شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار المحترم. هو في حق السؤال طويل جدا ومفردات السؤال تحتاج إلى جلسة ربما في اللجنة لتفكيك جميع ما طرحه السيد المستشار، لكن بإيجاز كاينين جوج المواضيع اللي جاو في السؤال واللي خصهم توضيح. عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي الذي يتم اكتشافه في المملكة المغربية، هذا ينتظمه قانون مدونات الهيدروكربورات التي تعطي للدولة بطبيعة الحال 25% وتعطي للشركة المستكشفة 75%، وهذا يوجه حصريا إلى استعمال داخلي قبل أن يتم تصديره. وللعلم لحد الساعة لم نجد، وأؤكد على ذلك، اكتشافا ذا بال فيما يتعلق بالغاز الطبيعي سواء في الحوض ديال سبو أو في الحوض ديال الصويرة. غاية ما هنالك أنه هي آبار فيها بضع ملايين من الأمطار المكعبة، ولا زلنا بطبيعة الحال نستكشف في الأحواض الرسوبية للمملكة المغربية التي تبلغ، أذكر السادة المستشارين، حوالي 900,000 كيلومتر مربع. بطبيعة الحال هاد البضع ملايين التي نجدها الاستعمال الحالي ديالنا، ونحن لم نوسع بعد استعمال الغاز الطبيعي، حوالي 1 مليار متر مكعب. باش تكون عند السيد المستشار بطبيعة الحال هاد التقارب ما بين المقارنة ما بين الأرقام. الشق الثاني من السؤال هو مهم، يتعلق بما نسميه الغاز الطبيعي المسال، إدخاله إلى المملكة المغربية. والسيد المستشار غير خاف عنه أن هذا المشروع تعطر لسنوات، في حد ديال أدنى قد تكون 10 سنوات، حيث أنها كانت بلادنا خصها تدخل. هذا الغاز الطبيعي المسال ما قصته؟ هو غاز طبيعي يتم إسالته عن طريق التبريد، ويتم بطبيعة الحال شحنه إلى جميع الموانئ، والمملكة المغربية تعتزم إدخاله في ميناء سيكون مخصصا لذلك، اللي هو الميناء ديال الجرف الاصفر، باش نستعمله في افق 2025 حوالي 5 مليار الامطار المكعبه. الجزء الاكبر منها سيكون للكهرباء، والجزء المتبقي سيكون للصناعه، وفي مرحله ثالثه قد نستعمله للاستعمالات المنزليه. هذا المشروع هذا فيه تقريبا واحد ما بين 40 حتى 45 مليار ديال الدرهم. غادي نبداوه الان، شرعنا فيه، سياخذ مدى ديال واحد 4-5 سنوات لكي نحصل على اول قطرات من الغاز الطبيعي المسال في حوالي 2020. بطبيعه الحال خصو بنيه تحتيه، خصو ميناء، خصو معامل لاعاده الحاله الغازيه، خصو واحد الانبوب في 400 كيلومتر تقريبا. وبطبيعه الحال القضيه ديال المحطات اللي تنسميوها الدار المركبه لسيكل كومبيني، اللي غيخليونا نستعملوه في الكهرباء وغتكون عندنا مردوديه احسن، وكذلك ستسمح بتزاوج جيد ما بين هذا الاستعمال وما بين الطاقة المتجددة وأساسا الطاقة الريحية. والأهم من ذلك هو أن هذا الغاز يعتبر الأقل تلويثا. هذا الشيء ما يمكن لناش السيد المستشار أن نقوم به إلا في إطار شراكة مع القطاع الخاص، وهذا بطبيعة الحال ينتظم في إطار أمور مضبوطة وقوانين مضبوطة تحفظ للدولة حقوقها وتحفظ بطبيعة الحال للمستثمرين حقوقهم. شكرا سيد الرئيس.